روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والضاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والضاء جنهاب العدا ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى من ده نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لك تذكرت شو قبل الجلاد شي 15-16 سنة صار مشكلة بيني وبين واحد ولولا تدخل العطوات كنت وقتها حطيت عليه الحد وقتلته أصله من الحارة هذا الشخص اللي عم تحكي عنه؟ لا لا مو من الحارة يعني قصدي ما بتعرف أصله فصله وين ساكن؟ هلا وقتها فهمت انه من الارياف حوالين الشام بس منين بالضبط والله ما بعرف يعني ممكن يكون هو ورا هالبلاوي اللي عم تصيبك يا عمي والله ما لا لا ما بظن وقتها راح قتل بمحلة الربوة طيب ممكن يكون حدا من اهله فكر ياخذ بيتاره مثلا طيب مكان اقامته حدا ممكن يعرفه عمي ابو طالب اكيد ابو عدنان بيعرف ممتاز كتير منيح هذا الكلام أبو يحيى أبشر لعيونك يا سيدي أنت بتعرف وين بيت أبو عدنان؟ معلوم بتياك تروح تجيبه لهون وقل له أنه عمي أبو طالب عنا حصل يا سيدي أبو يحيى أبو عدنان ديوان الزعامة مو بالبيت رح أمر على ديوان الزعامة الله معك يلا خلص الله معك الله سلامي خالتي بس عاملين شي نشربه سلامتك يا ابن الناس
الله يسلمك يا ابضاي. فوت عمي فوت ارتاح شوي جوا لبين ما يرجع المعلم ابو العباس. حاكم مشغول باله عليك كتير كتير. ولا طقت روحي بالغرفه قلت لاطلع شمال هوايات شوي. طيب تعال اقعد هون وراح اعمل لك احلى كاسه شاي اكرك عجام. شو الاسم الخير عمي؟ الصبوحي. ايه السبع تنعام. والاسم الكريم؟ محسوبك حسن. شرف اخي شرف. مشكور يا ابضاي. عمي حسان عم بيسال هو من هاد ولا من الشام بالذات؟ يعني اذا الله ما خيب ظني بظن انه من برزه او من المزه هيك شيء. ابو عدنان انت بتظن ولا متاكد؟ اي نعم من برزه او من المزه. ابو عدنان الله يرضى عليك بدك تحدد. على الاغلب على الاغلب من برزه. انت بتتذكر هالحادثه منيح يا ابو عدنان مو هيك؟ معلوم. يعني ممكن اهليه فريز النو هذا اللي عم تحكوا عنه يكونوا فكروا ياخذوا بيتارو مثلا؟ ليش ابو طالب هو يلي قتل يلي ما بيتسمع ميم؟ لا مو هيك قصدي بس انا عم بسال مجرد سؤال. بجوز. متاكد؟ هلا اذا بيطول التحري تبع جنابك لاهل فريز النو ساعتها بتعرف لحالك. هو هذا اللي رح يصير بس انا سالتك هي الاسئله لاني مثل ما فهمت من عمي ابو طالب حضرتك من اللي عاشوا هي الحادثه. ما بعرف شو بدي اقول لك بس اكيد اذا بتتحرى جنابك راح يطلع معك شيء من خلال التحري مع اهليه فريز النو ورفقاته. ماشي بس انا حابب يضل هذا الموضوع بيناتنا ويا ريت يا ابو عدنان لا تجيب سيره لا للشيخ بلال ولا لمراد اخا. بس الجماعه ممكن يساعدوا اذا عرفوا بالامر. لا معلش خلي يضل هذا الحكي بيناتنا مثل ما بتشوف. عمين اطيب عصير رمان لاطيب ناس بالشام وما حولها. تفضل سيدي. ابو يحيى خادم القوم سيدهم يا ابو يحيى. حبيبي كتر خيرك يا ابو يحيى. اسلم. عمي ابو سميح. نعم. شو صار بموضوعنا؟ انا موضوع الملبس الرجالي والحريمي مو على اساس يحكونا مع العضوات مشانه؟ والله هي معك حق فيها. قلت لك الشغله ماتت عمي ابو سميح. اللي انا فهمته ان القمايش عم تتجهز عند ابو شوقات. معقوله هيك تتجهز بدون ما ياخذونا مقاسات؟ لك مو ابو طالب والعضوات مشلوشين بالمصايب اللي عم تنزل فوق راسنا؟ ايوه ايوه. على اساس بقى لا يتفضوا بيتابعوا موضوع الملبس. اذا ضلت هيك المشاكل رح تروح علينا الاواعي؟ لا ما رح يضل مشاكل لان العضوات عم يشتغلوا عليها ليل نهار. وقصه جواز العزابيه والارامل؟ مو لا تفضوا العضوات بالاول. يحلها بس مو يعشمونا بكره وبعدين ينعشونا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رح طوش منك عم يعيدوها. مين؟ قسم بالله رح طوش. مين؟ ابو الهول خيه للزرقاء. ابو الهول اللي بقى شو اخر هالقصه معاه؟ خليني خلص البيعه وسبقني لعن سهرك على القهوه. هذا بده ضل مقضيها بالقهوه؟ لك ما هو صاحب القهوه. ايوه راحت عن بالي هي. بقى روح محل ما قلت لك خليني اعرف بيع زبون والا بنزع لك هالجوازه من اساسها. ماشي لك الحاني على القهوة لحط حد لهالمهزلة تبعك تبع عريس الزين. ماشي. وانت عمي اذا ما بدك تدفع حق السلة مثل ما قلت لك رح تطلع خورتي وفعوسها برجلي. شو روحي قدمني اياه. صباح الخير صهري. اي وجعت لي خسر رجلي. سلامة رجلك. طمني عنك صهري. حدا عم يزعجك عم يضايقك عم يتغرز عليك هيك ولا هيك؟ لا 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 ابدا ابدا. نوب نوب. لكن وين ما عم نشوفك؟ شحني شحني بين الايادي. ها بين الايادي يا منظور. وانت من يوم ما انزركت ما عاد شفنا هالخلقه السمحه. وانزركت؟ ايوه شوف عيني. شايف شايف. المستوره موجوده بالبيت. حبك تيجي تشوفها ميت اهلا وسهلا. ما حبك تيجي تشوفها لحتى نشوف شغلنا. والله بهالموضوع بدك تشوف عيده. ها ليش قلت لك تتجوز ولا عيده؟ مو فارقه يلي بيسبق. لك شو هالحكي ها؟ ما كان هو الوسيط بهالمصيبه. شو؟ لا قصدي بهالجوازه بهالجوازه. ايوه قلت لحالي. وشو بيقول امين؟ يعني موافق؟ اذا الله رد. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك ريته لساني خلع من شرشه ساعة اللي قلت له العيد واني نويت اتجوز. لا ما
راح أبو الهول لعند عيده أحلى التاني يعطيه كلمة قبل ما أشوف العروس. لك وين النار لك مسعاد؟ حاضر حاضر. بتقول شي؟ لا 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 ما عندك شي. روح شوف النار. يلا يا شوف. شفتك مهموم وقاعد لحالك، قلت لحالي لشوف شبك. شبك تقبرني؟ شو شبني يا خالتي؟ عايش مثل الضايع. لالي مخلص من قياداتي اللي لاحقيني مشان سفرة مصر، ولالي مخلص من مريم اللي تركتني هيك بلا أي سبب. تقبر قلبي، بدك تطول بالك. لأيمتى يا خالتي؟ لأيمتى؟ خايف تروح علي سفرة مصر يلي فيها ترفيع رتبتي، وبنفس الوقت خايف مريم ما ترجع لحالتها وتضل هيك مريضة. شو أعمل بحالي أنا؟ إن بعد العسر يسر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رح أقوم جهز لك الغداء. ما في داعي للأكل خالتي، ما في نفس. شلون بدك يعني أكل؟ لو تقبر قلبي هيك بدك تضل بلا أكل؟ لازم تأكل لك لقمة مشان تقيت قلبك، مشان تعرف تفكر. يلي بدك يا خالتي، يلي بدك يا. محسوبك نعيم. ومحسوبك حسن عمي. عاشت الأسامي عمي حسن. أهلي لأخي حسن. على ناس الشباب والله. خذ الكاس الشاكور. اي والله. اجري معلم. اهلين ابو ضاي. اهلين ابو ضاي. الحمد لله على السلامة يا ابن الناس. الله يسلمك يا ابو ضاي. صبوحي. نور معلم. وضب اكل وضيفنا، بيكون جسمه ضعفان. صار. قوام. شرف عمي شرف. شكرا يا ابو ضاي. ايه اخي. بقدر اعرف اسم التالي؟ انا حسن. حسن عمي. حسن شو؟ من أنو حارة أنت؟ شوف أخي حسن، إذا ما بدك تحكي إلي، أنا مو من عوايدي أجبر ضيوفي على شيء، والله شهيد على كلامي. شكلك ما بدك تحكي. طيب أخي، وقت تنوي تحكي خبرني، أنا كلني سمع. وأهلا وسهلا فيك. كم سجادة طلعوا معك؟ فكنا هلأ من السجاد. شو صار معك مشان توتأت؟ لك ما قلت لك إنه الحكيم وعدني هداك اليوم أخذك مشان يكشف عليك هو وش لوش؟ إيه ما أخذتني. لك أنت شايف يعني المشاغل والله ما عم لحق نحك راسنا يا سيفو. يعلينا. السلام عليكم يا رجال. أهلين وسهلين. عليك السلام. أهلين خالد. تفضل. الله يعطيكم العافية يا رب. مون خان سجاد أبو طالب أنواتي. وصلت عمي. تفضل. بدي 6 سجاجيد معيتكم لجناب عبدو بيك الأمهري. وصلت عمي. أنت بس عطيني النوع والمصدر اللي بدك إياه وكل طلبيتك إن شاء الله بتكون جاهزة. يا سيدي بدنا سجادتين عجمي، سجادتين سيراجي، سجادتين تبريزي. تكرم عينك. بمعيتكم قديش رح تسبونا السجادة؟ رح نحسب لك اياها ب10 ورقات. يا سيدي مو فارق، ب10 ورقات ب10 ورقات، بس مو بتتوصلنا فيهم لانه عبدو بيك الامعري من جهات الدرويشية عنا. ايه ايه تكرم عيونك وعيون عبدو بيك. الله يكرمك يا رب. شرفوا سيدنا. يا بسم الله. وهي المصاري يا عدوز بارا. هات ابي هات. وهي العنوان مين ما سالته لعبدو بيك بالدرويشية نار على العلم. خلص مين يدلكم؟ وصل عمي. الله يكرمك يا رب. بس الله يخليكم لا طولونا فيهم، عبدو بيك عنده مناسبة ضرورية جدا وبده اياهم اسرع وقت ممكن. انت لا تاكل هم، مجرد ما انت مشيت من هون رح نأمل لك كل الطلبية انا وسيفو ونوصلها براسنا منيح. كفو شباب كفو، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. كسر عليك السلام. عليك السلام. يلا سيفو خلينا لحين نأمل له الطلبية مشان ما نتأخر على الزلمة. يلا شرف سعدني لكم شو. يلا وكمان بعطيك العنوان فرد مرة. Mm-hmm.
رب يا رب يا رب. السلام عليكم. يا رب السلام عليكم. يا رب يا سلام عليكم. يا ابو ضاي عمي وين رايح؟ خير. مين انت عمي؟ وانت شو دخلك؟ انا سيفو ذكرتي الزعيم ابو طالب. ارجع محل ما اجيت ومالك مره بسقاط. ليش بقى؟ من دون ليش؟ ارجع احسن ما فيش كل خلقي فيك. وليش انا ما فيش خلقي فيك؟ شو طوبتوا الزقاق باسمكم؟ بدي فاصلك برجلي. يا باطل. يلا روح من هون ضربين. يا باطل يا باطل يا باطل. ما تقولي ما دخلتي قلبنا يا لمعات خانم، هي بدلنا القعدة، من عند عصمة خانم لعند حضرة جناة. أهلا وسهلا. أهلين فادية خانم. كيفك يا حبيبة قلبي؟ أهلا وسهلا حبيبتي، تفضلي تفضلي. والله شرفت وآنست. دايم يا عمي أبو سلامة. صحة وهنا. يطعمكم حجة والناس راجعة. شو يعني؟ فريز النو مات مقتول بمحلة الربوة وعظامه صارت مكاحل. ما نحن بنعرف هذا الحكي يا عمي ابو سلام. بتعرف هالشي وجاي تسالني عنه لك عمي؟ شلون هيك صار؟ ليش انت فتحت لنا مجال لنفهمك لشو نحن جايين يا ابو سلامه؟ مين ماسكك؟ شرف قول احكي يا اخي. نحن قادحين مشوار من اخر الدنيا لنسالك عن اولاد فريز النو. اولاد مين سيدي؟ اولاد فريز النو عمي ابو سلامه. ليش بالاساس فريز النو كان عنده حرمه ليصير عنده اولاد؟ يا لطيف. يا سيدي ما بيجوز عن ميت غير رحمه. من كتر ما كان بخيل وجربان ما طاوعه قلبه يدفع حق أجوازه. شو هالحكي؟ وكل أمواله راحت وقف لجامع برزة. يا لطيف كمان ماله قرايبي؟ بتاتا. شو جاي زعبوبة؟ لا جاي من شمال حلب. قصدك أصله من حلب؟ لو من إجل عنا على برزة كان عمره حوالي 10 سنين وربي بيناتنا. يعني ما في حدا من معارفه ممكن ياخد بيتارو مثلا؟ بيتار شو؟ يوم درينا بوفاته صار عرس بالبلد. ايه بزمتي وديني انا عمري ما دقت اطلب من هالاكل يا جماعه. صحه وهنا وصال خانم. على قلبي. ولا هاللحمه ايه مثل الفستق ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله صحه وهنا. لكن ما تدوا اكله المشاوي بالمال كان عند لمعات خانم وتشوفوها كيف عم تلبل هالكباب والشقف بالخل والبهارات الباكستانيه وقتها شو راح تقولوا يا جماعه؟ والله انا ما بصدق لحتى ذوق. ايه تكرم عيونكم، انتوا حددوا اليوم وانا بزبط كل الامور بالمال كان اللي بدكم اياها. وليش كم مال كان عن جنابكم ما شاء الله؟ عدوا على اصابيعكم، طبعا الملك لله. انا ما راح اقدر عد، ماني قدراني اترك هالاكل الناهي. اي ولا انا يوم. اي خلص، عدي لنا جنابك لكان. يا ستي عنا مال كانت كيوان، وعنا وحده بالربوه، ووحده بدمر، وتنتين بالميدان، وتنتين بالصالحيه، يعني. ما شاء الله ما شاء الله. يخزي العين. اللهم زد وبارك. لا وما شاء الله كل مالكانة أحلى من الثانية، لما بتشوفوها ما بتقولوا عنها غير جنة عدن. كمان؟ لا وهذا عدا المحلات والمعامل والدكاكين والبيوت هون وبيروت كمان. ما شاء الله. ادقوا على الخشب يا جماعة. ايه والله بدك. الملك لله يا جماعة، وبالأخير الواحد ما له أخذ معه شي صح. ايه والله معك حق. ما قلتوني بأي مالكانة قررتوا؟ والله أنا بفضل بمالكانة كيوان. يا ستي اتفقنا. ما رح نخجلكم. أهلا وسهلا فيكم. كيوان كيوان معناته أنا رح زبط الأمور وبخبركم إن شاء الله. بس ما سألتك لمعات خانم، يعني هالأملاك وهالمالكانات كلها من عرق وجهد مراد آغا ولا يعني بلا مؤاخذة
ورثة. بصراحة في شي ورثة من أبي، ورثة كمان من أبوه لمراد آغا، وشي من تعبنا وجهدنا. بلوري هالززر، بلوري هالززر، أسود وقلبه أبيض هالبيتنجان، طرية النعنع والبشر عم يتضعضع، قومناهم كوم كوم، هذا يا برودي هالثوم، يا للكوسة يا للنبأ. شو الأصوات سميح؟ ها هيش حكومة هيك قلتها؟ ايه مرك شايفة ملمعين منزعين؟ ايه شايفين حالا نشوف شوفك يعني ناقصنا، نحس انه ناقصنا يعني. ايه وكمان وينك معنطزين؟ ايوه شفت مين فات على ديوان الزعامة؟ ايه شفت، شو شايفني عمى؟ وعرفت مين هاي القوبة؟ مو على اساس انت بتعرف كل شيء؟ مظبوط، طالما بتعرف كل شيء وفهمان بكل شيء، ليش عم تسأل هالطرماني اللي مثلي؟ لك انا بعرف لك مقوص. شلون بقى؟ حجتك يا جارة اسمعي يا كنة. شلون ما فهمت؟ لك انا جاي ذكرك انه الليلة ما تغيب. ايوه ايه 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 جاي لشوف الزبون شو بده وراجع ده، راجع ده. ان شاء الله روحه بلا رجعة. يا حليت علينا البركات، شرف عم يتفضل. شرف تفضل. ميت اهلين وسهلين بدران بيك. يا اهلين وسهلين، شرفتونا والله. ميت انا وصحة. يعني لا تواخذني بهالكلمة يا ابو طالب. كان من المفروض بهالمرحلة اللي مضيت تنجزوا ولو شيء بسيط من المهام. عم تحكي عين الصواب يا بدران بيك. بس انت شايف الوضع، من لما استلمنا الزعامة لهلا والحارة قايمة قاعدة. بعدين لمعلوماتكم نحن عنا خطط جاهزة للتنفيذ. الدنيا خلقت بست ايام حبيب، شو انا؟ طبعا، وبالقريب العاجل رح تشوف انجازات بتبيض الوش يا بدران بيك. لازم تعرفوا يا اخوان انه السلطات والزعامات مو بالحكي والخطط بس، ونحن كحكومة لازم نشوف شيء ملموس يظهر على البلاد والعباد. وما بخبي عليكم انه رجالنا عملوا استطلاع للرأي بمحلتكم محلة القنوات وما لو اي انجاز يذكر. بهمني اكد لك يا بدران بيك انه خططنا واضحة وجالية وان شاء الله عن قريب رح ننفذ. ما بدي تأكد لي إلي، بتأكد للأهالي وللمحافظة وللسيد المحافظ، وإلا في حساب، والمسؤول المباشر عن التراخي هو انت كونك زعيم عن الحارة. بدوني يا الززر، بدوني يا الززر، يا وصابين، لك يا قشقاشيني يا نور، لك يا سلسليه، لك انتوا اللي بعتوني السجار، لك شوفوا على المنظر يا اهل الله، لك انت شو عم تحكي؟ لازم كلامك، لك شو عم بحكي؟ لك يا عم الشوم عليك، شو بدك عمي ليش عم تخبي؟ يا عم الشوم عليك مع وصابينكم، خلينا نفهم الزلمه شو صاير، لازم كلامك عمي، لك ما تقولوا من اول انه ما في ذمه ودين وضمير، لك شو الزلمه ما بدي في لنا بدنا في لنا، لك يا اهل الله، لك يا اهل الحاره، لك يا اهل الامه، لك شوفوا المنظر، لك هذا سجاد تبريزي عجب امتلاك يا جماعه، انا يا ابن الحلال حلال شيء. شوفوا شو في، اهدوا يا جماعه، اهدوا واركنوا، هاي ابو طالب صاحب الرزق موجود. هذا هو الغشاش الكبير تبعكم. اوعك ولك اوعك تجيب سيره ابو طالب بالعاطل على لسانك، علي الحلال بذبحك بشرب من دمك. قبل ما تهجم علي قول لزعيمك يكون في عنده شويه ذمه ودين وضمير، ولا بي هنداس سجاد مخشوش. قلت لك اوعى تجيب سيرته بالعاطل على لسانك، فهمت؟ لك فهمونا شو السيرة يا جماعة. لك شو السيرة يا جماعة؟ سلام قولا من رب الرحيم. واحد الله واحد الله يا أغا. شو السيرة يا طاهر؟ انطوق. لك فهمني؟ قولوا له، لك فهموك قبضتوا مني حق ست سجادات عجمي وعطيتوا له شوي شراطيطة بالعرباية. مشان الله قولوا له يا أخي. مضبوط هالحكي يا طاهر؟ لا مو مزبوط، وهي ليكو سيفو شاهي. لك هدول مو أنا اللي قدر، هذا مستعمل، أنا ما عدا مستعمل أصلاً. لك لسه رح تسأله؟ لك هدول كان شرطيك نين جايبون أنا؟ مزيح شوي لشوف دري. مزبوط، هذا سجاد مهري مو جديد. ما تأخذونا يا جماعة إذا صارت هالشوشرة بحضوركم. بسيطة يا مراد آغا، فوق مانك مقصر، عم يصير غش بمحلك يا ابو طالب. يا جماعه اكيد بالموضوع في سوء تفاهم، واضح كل شيء امامنا يا ابو طالب. يا جماعه الموضوع بما فيه، ما في داعي تبرر يا اغا، شفنا كل شيء بعيوننا. يا عيب شو
طاهر وزعي شو هالفضايح لك شو هالفضايح اللي عملت اياها انت والمسطول احكي لك قدام مين قدام لجنة المحافظة كذبوا افترى يا زعيم عم يتملوا علينا ولا يهمك يا ابو طالب لا هذا ولا مية مثله بيقدر يحطوا عليك نقطة هالقد أدى بالصدق والأمانة مزبوط عميل مزبوط لابد بالموضوع في غلط يا جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله لك بهدلتونا أنت والواطي برحمة النبي يا عمي أبو طالب في غلط في الموضوع زد بوزك وحد الله يا أبو طالب كل شي بيتصلح الله يسود وشك أنت وياه بعد ما سودت وشي اهدى اهدى يا ابو طالب لك بعد شو يا جماعه بعد ما شرجعنا اذى من اللجنه وحد الله يا ابو طالب اكيد في سوء تفاهم يا اخي طول بالك طول بالك اخي ابو طالب قديش دفع حقهم 60 ورقه وسيك اي 60 بدهم نفرقنا بريحه طيبه تحرك كتر خيرك هاي شرطيطك أنا فيهم يلا يا جماعة يلا يا أخوان كل مين على شغله يلا يا جماعة تقول ورادة أغا تقول تأكيد ورحمة الميمة تحت ترابها يا أسيادنا إني عطيت سيف وسجادات التبريزي والعجمي والسيراجي سمعتوا يا جماعة؟ بعدين يا معلم نحن من إمتى منعامل زبايننا بالغش والتزوير بعدين ما عنا هيك شرطيط مثل اللي حاملها هداك السرسري مزبوط طاهر عم يحكي عين الصواب نحن ما عنا غير أتمن وأجود أنواع السجاد شو هالحيلي هاي؟ القصة بتحط العقل بالكف يا جماعة ليش ما حكيت لما كان هالقرد موجود هون؟ ليش تركتوا لي مجال احكي يا اسيادنا؟ شي لك كأنه هالقصة فيها ملعوب يا جماعة لا سيدي مو كأنه ملعوب مزبوط لك شلون راح عن بالنا؟ نعرف أصله وفصله الولد فعلا يا جماعة كان لازم نعرف أصله وفصله لهالولد طاهر وين ساكن الولد؟ ما بعرف يا عمي بس سيفه أكيد معه العنوان داعي شرفوا يا أخوان تفضل إن شاء الله ألف صحة وهنا إيشو هالأكلات الطيبين إن شاء الله بيسلموا إيديكي سفرة عامرة الله يكرمكم يا رب ما قلت لكم أكلات لمعات خانم غير شكل إيه والله تسلمي من بعدك حبيبتي شاي سلم إيديك يا رب بيت العز إن شاء الله الله يسلمك يا رب والله انبسطت فيكم قد الدنيا إن شاء الله بيتك عامل تفضلي يسلم إيديكي حبيبتي إيه والله صار بدها شاي صحيح هيك عذبناكي سيفو ام معلم ليك من بتاع وين الورقه تبع العنوان اي كانت كانت ايه ايه شو عبدو بيك الامعري خلف جامع الدرويشيه ثالث بيت على اليمين حدا منكم سمع بالاسم يا جماعه ابدا لا منعرفه ولا ما منعرفه مو مهم المهم نتعرف عليه شي معقول يكون الرجال ضحكان علينا ومبدل السجاد وضحكان على عبده بيك الامعري كمان كل شي ممكن يا ابو طالب اكيد ما بدنا اثنين يحكوا فيها ما في غير هيك شيخنا من بعد اذنك انت وابو عدنان يا ريت تروحوا لعند عبده بيك الامعري وتفهمون لنا شو سر الروايه تؤمر امر والله ما رح ارتاح لاعرف شو سر الروايه لك أنا أبو طالب نور الدين أنواتي واتهم بالغش وبالتزوير مشوار الطريق ورح نعرف لك كل شيء يا ريت يا شيخنا وهي العنوان شرف يلا الله شرفوا الله معكم شرف براد الله يا الله بالإذن معي بدك شيء جيب لنا شاي شخ اللي بتحط العقل بالكف حق معك والله حق معك شو بدي أقول لك فادي خانم إيه تفضلي لمعات خانم أنا بعدت لك المصاري اللي انسرقوا منك هديك المرة مع عصمت خانه وصلوكي؟ ايه وصلني بس يعني أنا ما بدي من جنابك شي هذا خير الله بعدين أنا حبيتك كتير حبيتك من جوات قلبي ايه وأنا حبيتك كتير ايه ما قلتي لي ايه تفضلي مثل ما فهمت من عصمت خانه إنه جوزك موظف مهم بالعادلية
مزبوط؟ ايه مزبوط. يمكن احتاجه بموضوع صغير. ايه تكرم عيونك يو. تسلمي لقلبي، بس الله يخليكي يا فادية خانو، هذا الحكي بده يضل سر بيني وبينك. ايه اكيد ما بدها توصاي، وانا رح اجي لعندك على البيت مشان فهمك الموضوع اكثر. امتى ما بدك، بيتك ومطرحك، بتشرفي. لك تسلمي لقلبي شو انك اكابر. انا برايي تسمعونا شي شغله يا جماعه. اي والله بدها. يلا يلا فادي يلا سمعينا وانتوا بتصفقوا وبترجوا لي. يلا يلا اسميني الشام على خدك وحلوة العسل من شهدك. اسم الله قمر قمر يا ما شاء الله عليك يا قمر يا قمرنا يا منور. من قدك قدك مياس مياس قدك قدك مياس يا سمر مر. بصراحة مريم متخانقة مع جوزة. قولي من الأول، كنا دخلنا محضر خير خالتي إم عبدو. يعني أنا كنت عم بسعب بهالقصة وهلأ ما صار شي. أنت عطيني عنوان بيت أهلها وأنا بروح لعندها. إيه شو علي، بس خليني بالأول شاور مريم. إيه بس بسرعة يا خالتي. إيه على عيني. قولي علينا وعلى سيري، شلون بدي حلها مع مريم وهي ما أنا قبلانة تقابل حدا؟ يلا خالتي هاي الأكل جاهز. قول بسم الله. كلي أنت خالتي، أنا مو جعباني. ليش تقبرني مو جاي على بالك؟ تركيني على راحتي خالتي. برحمة الغوالي تقلي شو صاير معك، لأنه صار لك يومين مانك على بعضك وخلقك براس من أخيرك. حلفتك بالنبي خالتي، تركيني بحالي. يوه يبعت لي 100 حمى عليك، كيف أتركك بحالك؟ لك خالتي فضفض لي، أنا مثل أمك. بعدين خالتي بعدين. خالتي بوس ايدك، قومي هلا مشان ما تاخري الشباب عن نزلتهم على السوق. وين اتيسر وانت عم تضرب اخماس باسداس؟ يعني هيك انا ما بينشغل بالي عليك؟ لا ينشغل بالك علي خالتي، لا تخافي. ليكون مشان طلال. هي وقفت على طلال يا خالتي، وقفت على طلال. ليش في شغله تانية شغلتك؟ قلت لك ما في شيء خالتي. قومي تيسري مع الشباب مشان ما تأخريون على شغلهم. قومي. حسبي الله ونعم الوكيل. توني خالتي، وبس ترجعي من بيت عمي أبو طالب بتخبريني شو صار معك. ماشي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام خالتي. يا على قلبي على الصبي، يا على قلبي عليك. آه شو متعب حاله ومتعبني معه. جيروا بالكم. يا نعيم صبوحي. يا صبوحي. تفضلي خالتي. الله يرضى عليك يا نعيم، بدي اياك تدير بالك على حمزة، لأنه صار له يومين ثلاثة مو على بعضه، قال طول الوقت قاعد شارد وصافن وما بعرف، ما بعرف شو عم بيخانق دبان وشه. وكلي الله خالتي، ولا توصي حريص. خالتي صبوحي. وري خالتي. بعد ما تودي الرزق على السوق، بدي اياك تمرق لعند محسن لحتى تخليه يجي يشوف عمك حمزة شو صاير معه. تأمري أمر خالتي. ماشي يلا اتكلوا على الله. حضر لي العرباية أوام. يلا على راسي.
أنا حمزة الجابري أبو العباس. أنا عزيزة. وينك يا بنت الناس؟ ليش ما عبيتي؟ الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا مؤدبة يا موجبة يا بنت الأصول. باينتك تعبان. إيه والله، لأني من على بكرة الصبح وأنا معارك بحفر هالقبر. يا ترى مين يلي رح يجاور أم عزيزة؟ لشخص رفيع المستوى وعظمه ذهب. عمي عزيزة، ذهب ولا تنك؟ البني آدم مو أخذ معه أي شيء. يا عمي يا ستي، سألتيني وجاوبتك. بينتك مو على بعضك اليوم يا عزيزي، يعني ما جاوبتيني. من ايمت كانوا الناس يلي مثلنا على بعضهم يا عمي؟ من ايمتى؟ يا بنتي حكينا بهالموضوع من قبل، قلت لك الدنيا خلقت للهموم، والراحة التامة هنيك عند المليك المقتدر. ونعم بالله. ما قلتي لي شلون ابوك يا ابو العز؟ الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ايه والله الحمد لله، الحمد لله. يا رب دخيلك، وين بتكون اختفت المخلوقة؟ وين راحت؟ لا إله إلا الله. عزيزي. ايه عمي. ظني بيقول لي انك محتاره وحزينه يا بنتي، وحاسس انكم لقيتوا من يهربكم برات هالبلاد. يعني ابي مرق لعندك وخبرك؟ ابدا. كيف عرفت يا عمي؟ انا بقرا بالعيون يا بنتي. ايه، بالرغم من انه فرايك علي اصعب من الموت يا بنتي، وظني بيقول لي أساكي وحزنك الزايد سبب عدم وجود المصاري. إيه المصاري، المصاري اللي بدها تهربكم برات البلاد. إيه والله يا عمي، إيه والله. الموت أهون على عفيف النفس من إنه يمد إيده للناس. كأنك بقلبي يا عمي. أنا قريتك يا بنتي، وريت شوفي بعيونك وبقلبك. قديش طلبوا منكم؟ لا تخجلني فوق خجلي يا عمي. طلبوا منكم ذهب ولا مصاري؟ ذهب. طلبوا منكم ذهب. بكره مثل هالوقت هاد بتجي لهون وبتاخذوا من خير الله وخيركم 5 ذهبيات. بس يا عمي شلون؟ حيلتك؟ ابدا. لكن الدنيا ما خليت، واهل الكرم ما ماتوا يا بنتي. خاطرك عمي. ويلاه 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 يا ويلاه يا شار الدنيا، يا شار الدنيا يا ميمتي يا ميمتي، بارت التجرات، الموت من حوالينا، الموت من حوالينا، لو طال الزمن وطالت المسافات، الأنبياء والعظماء رأى
الأنبياء والعظماء راحوا من قبل، والمعنى يا بني آدم، والمعنى يا بني آدم، والمعنى بالعبر والعبرات. ولا ولا ويل يا ويل يا ويل يا ويل، معلم على الصدعات قلبي. ويل 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 يا تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.